اهلا وسهلا بكم في بودكاست من ابو ظبي من معرض ابو ظبي الدولي للكتاب. لذة الحكايات ومتاعبها، نستمتع جميعا بما تحكيه لنا الجدات، ونستمتع برواة السير الشعبية، ونستمتع بتلك القصص التي سافرت عبر الأزمنة والتواريخ والجغرافيا لتصل إلينا منتقاة من عيون الحكمة والمتعة والتسلية والأدب، جامعة الشعر والحكاية والبطولة وكل ما لذ وطاب. ولكننا لا نعرف قدر وحجم الجهد الذي بذل لكي تصل إلينا هذه الحكايات هكذا سهلة جميلة على طبق من الفضة وأحيانا من الذهب. هذا الجهد هو ما سوف نتناوله بالبحث والدردشة والحكاية اليوم مع ضيفين عزيزين من مغرب العالم العربي ومشرقه. ضيفاي الدكتور نجيم والطيطاي من المغرب، مؤسسة ومديرة مهرجان مغرب الحكايات والحاصلة على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الرواة في دورتها عام 2023، والدكتور محمد شحاتة العمدة من مصر، وهو مختص في جمع السير الشعبية وترقيحها وإعادة نقلها للأجيال الجديدة، وهو يعمل الآن على مشروع سيرة الأميرة ذات الهمة وغيره. يبدأ الرواة عادة حكايتهم بالصلاة على النبي، ونحن نقول لكل من له نبي يصلي عليه. واسمحوا لي أن نبدأ بالصلاة على النبي كما يبدأ بها عادة الرواة مع الدكتور محمد شحاتة العمدة، فلنستهل الجلسة بالصلاة على النبي. أستغفر الله العظيم من الخطأ، إلهي تعالى مقتدر رحمن، يا ليلي يا ليلي يا ليلي عيني على أصلي وحب اللي صلي على النبي، نبي عربي شرف بني عدنان، يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني على قد خاب عبد لا يصلي على النبي، نبي الهدى نور ملا الأكوان، يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني على يا سعد من أبدى صلاة على النبي، يوم القيامة يكرموا بجنان، يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني على من بعد تمجيد في جمال محمد، إصغى كلام شعري عن العربان، يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني على كانوا أسودا والعدا تخشاهم، كانوا رجال الحق والفرسان، يا ليل يا عين يا ليل يا عيني على حدثينا عن تجربتك مع مغرب الحكايات. لماذا قررت تخصيص مهرجان للحكاية، ولماذا حمل اسم مغرب؟ أولا شكرا جزيلا دكتور وليد على استضافتي في هذا البودكاست أبو ظبي الشيق بحضور الدكتور محمد شحاتة. حقيقة
سعيدة أيضا بتواجدي بمعرض دولي لكتاب بأبو ظبي وبدعوة من مركز اللغة العربية بأبو ظبي، وهذا طبعا شرف كبير لي أن ألتقي بكتاب ومبدعين على الصعيد العالمي. السؤال كيف تبادر إلى ذهني إبداع ومبادرة مهرجان دولي عن مغرب الحكايات؟ طبعا لم يأتي اعتباطا، أولا تخصصي كان في الحكاية الشعبية، تراث ثقافي غير المادي بصفة عامة لكن في الحكاية الشعبية خاصة، وكانت دراستي العليا بجامعة سوربون وأنا أهيئ رسالة الدكتوراه مع مؤسس المدرسة السيميائية الأستاذ الدكتور غريماس، والذي وافته المنية وأنا يعني قريبة من مناقشة رسالة الدكتوراه، فباشر أستاذي جون كلود كوكي لإنهاء هذه المهمة. كانت المهمة طبعا طبيعية لأنني لم أكن أبدا أفكر في أن أشتغل في موضوع الحكاية الشعبية، وإن كنت أنا خريجة المدرسة الشعبية أو الجامعة الشعبية كما أريد أن أسميها، والتي كانت عميدتها جدتي رحمها الله التي كانت تحسن الحكاية الحكي الشعبي وتمرر طريقة التربية والتكوين من خلال حكاياتها ومن خلال رواياتها للموروث الشفهي. وأنا بباريس بجامعة سوربون يعني نصحني ووجهني الأستاذ المشرف غريماس على أن أهتم بالحكاية الشعبية في الوقت الذي كنت أفكر فيه في رواية من الروايات مكتوبة أو في شعر من الأشعار لكي أطبق عليه المذهب أو التحليل السيميائي. فطبعا نصحني ووجهني في أن أعود إلى المغرب وأن أجمع حكايات شعبية سواء من جدتي أو من المنطقة الشرقية التي أنتمي إليها، والمنطقة الشرقية بالمملكة المغربية منطقة شاسعة من شمالها إلى الجنوب الشرقي. فالمهمة صعبة جدا، وبعدها بعد ما التحقت بجامعة ابن زهر بأكادير يعني بدأت أدرس المادة، ولكن واجهتني مجموعة من الإكراهات كما تواجه أي باحث في المجال، كانت نتيجتها أنني أفكر في يعني تأسيس مهرجان يكون يعنى بالرواة الشعبيين ويعنى بالحكاية الشعبية خاصة، سواء في المجال الأكاديمي العلمي أو المجال التربوي الدراسي في المدارس أو في المجال التثقيفي، حيث تصبح المدينة وفيها إشعاع للمدينة وإشعاع وإعادة الاعتبار للساحات الشعبية التي أصبحت تتراءى يوم بعد يوم. يعني الصورة الشائعة عن المغرب العربي أنه بلد الحكايات وأن الرواية والحكاية الشعبية ما زالت فيه على قيد الحياة. صحيح. من باب الممارسة. صحيح. وما تقريبا أصبح منعدما في المشرق العربي، في مصر، في سوريا وغيرها من البلدان، اندثرت هذه الظاهرة ولكنها ظلت موجودة في المغرب. هل ما زالت موجودة بهذه الكثافة؟ صحيح، أنه تعتبر الحلقة، المكان الذي تروى فيه الحكاية لا زالت حية ولا زالت تمارس، وأن الرواة شيوخ الكلام كما أفضل تسميتهم شيوخ الكلام يعني هم يعني لا زالوا يمارسون ويحكون حكايات في أهم الساحات الشعبية بالمغرب، وعلى رأسها ساحة جامع الفنا التي تم اعتراف بها من طرف منظمة اليونسكو كأفضل الساحات وأفضل يعني التراث العالمي. وبالتالي أن يمكن أن نقول وبتأكيد أنه مهنة الراوي لا زالت تمارس ولا زالت حية، خلافا على ما نلاحظه على صعيد العالم العربي. ولكن هناك إهدارات
طبيعي، لأنه مع العولمة ومع الحداثة والرقميات أصبحت مهنة الراوي تتضاءل شيئا فشيئا. لكن كان لفضل مغرب الحكايات كبير جدا على الرواة، بحيث أنه أولا تم بمجهود الأكاديمية الدولية مغرب الحكايات التي تنظم المهرجان وطلبها ودائما مثابرتها، أصبحت وزارة الثقافة اعترفت بهم كفنانين وتم مدهم ببطاقات فنان، يعني معترف بهم كمثلهم مثل السيناريست ومثلهم مثل الفنان والمسرحي والسينمائي. هذا يعني مكسب كبير في المملكة المغربية، ونتشرف أن الأكاديمية كانت من المبادرين. ثم أيضا الرواة أصبحنا نكونهم، يعني هناك دورات تكوينية لإعادة يعني تكوين الرواة الشيوخ الكلام القدامى أو المحترفين بطريقة جيدة تناسب الرقميات وتناسب الحداثة، بحيث أن رواتنا وأن عمرهم الآن مثلا فيه من تعدى القرن واثنين سنة، وفيه من عنده 90 سنة وثمانين سنة، أصبحوا الآن يتعاملون مع الرقميات ويحكون حكاياتهم عبر الانترنت، ندربهم ويتم تدريب الأجيال الجديدة على حكي الحكايات. وتلاحظ لو تشرفت بحضور مغرب الحكايات ستلاحظ أن هناك تلاميذ يحكون حكايات من خلال مسابقات ننظمها مع وزارة التربية الوطنية، وهناك أيضا جوائز تخص الشباب، حكايات شبابية لها طبع عصري كالهيب هوب وطرق مختلفة من الشباب، ونمدهم بحكايات شعبية قديمة ويحاولون تغييرها بطريقة جديدة. ثم هناك تحفيز للجدات بجائزات من دبليج أو إسوارة من الذهب لأفضل جدة تحكي حكايات، وهذه تحفيز للجدات اللواتي أصبحنا يعني لا يمارسن الحكاية كما كانت في الزمن الماضي. تخيلنا إسوارة مستمدة من الحكايات الخيالية طبعا. وهناك ما يسمى ب يعني الأوسكار أحسن راوي دولي، وهو الراوي المحترف الذي ينال هذا الأوسكار على الصعيد الدولي، وذلك تحفيزا للرواة المحترفين الذين لا زالوا يمارسون الحكايات. فتلاحظ معي هناك يعني مختلف الأجيال، والتكوين يعني يخص الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، يعني من الأطفال ومن الشباب ومن الجيل الأول الذي نعتبره مدرسة يعني قائمة بنفسها. سأعود لأسألك عن الفروق التي حدثت بين الحكايات القديمة للجيل القديم والجديد. صحيح. بعد أن أنتقل من المغرب إلى المشرق، لأسأل الدكتور محمد شحاتة عن ما لمسته بنفسك من تغييب حادث للكثير من السير الشعبية لصالح اشتهار سيرة واحدة، مثلا السيرة الهلالية وهي الأشهر والأكبر، ولكنك اعتنيت بسيرة الأميرة ذات الهمة تحديدا منذ عدة سنوات، وعكفت على العمل عليها لكي تعيد تقديمها مرة أخرى بعد تخلصها من بعض الإشكاليات والعقبات التي تحول دون تحققها على المستوى الشعبي. حدثنا عن هذه التجربة وما الذي لفت انتباهك إلى سيرة الأميرة ذات الهمة تحديدا. في البداية طبعا بشكر حضرتك وبشكر معرض أبو ظبي الكتاب على هذه الدعوة الكريمة، وجميل أن المعرض يعني بدأ في السنوات الأخيرة يهتم بشكل كبير جدا بالتراث الشعبي، بشكل سواء على مستوى العروض الفنية أو على مستوى الإصدارات أو على مستوى حتى اللقاء مع مختصين في التراث الشعبي. يضع في رؤيته أن يقود حركة الصناعات الإبداعية، وهذا التراث هو في صلب حركة الصناعات الإبداعية العربية. وده شيء جميل إن هما يعني إن هما يعني التفتوا إن هويتنا مرتبطة بتراثنا بشكل كبير جدا، ولا بد أن نضيء عليه وأن يعني نتحدث عنه بشكل أكثر. يعني بخصوص العنوان اللقاء، يعني طبعا بحيي حضرتك عليه، لأني
زي ما ذكرت في بداية حديثك إن زي ما فيه لذة للحكاية فيه متاعب كثيرة. يمكن المتاعب لاحظتها أكثر لما زرت المغرب، يعني عشان نتواصل مع الدكتورة. فلما زرت تحدث هنا متاعب العاملين في 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 حقل الحكاية. نعم. الحكواتية مش هو وأيضا الباحثين. نعم. بس أكثر يمكن إحنا بالنسبة لنا المتاعب تستمر شهر. تجمع بين الباحث والحكواتي وكذلك الدكتورة. نعم. يمكنك التحدث عن هذا وعن هذا. الباحث متاعبه قصيرة قليلة، يعني مثلا أنا وقت الجمع الميداني لمادة الماجستير أو الدكتوراه أو بحث مثلا خاص أعمله، فالمتاعب بتاعتي تستمر شهر شهرين لحد ما خلص شغلي وخلاص انتهت. لكن المتاعب الأكثر هي متاعب الرواد، لأن الرواد وخاصة يعني بعد التغير الثقافي والتكنولوجي وبعد موت العولمة اللي اجتاحت العالم بشكل كبير، كان يمكن الرواد أكثر الأماكن اللي بيتواجدوا فيها الأماكن التقليدية. يعني عندنا في الصعيد كان الرواد معظمهم متواجدين في موسم زي موسم الحصاد دلوقتي بتاعنا، موسم حصاد القمح. فكانوا بيبقوا موجودين بسهرات، بيسهروا زي ما احنا بنسهر في الغيط نحصد، لان حصاد القمح غالبا بيكون في الجو حر، فاحنا بنفضل ان احنا نحصد بالليل. فبيجوا الرواه يقعدوا معانا والحكاوتيه يقعدوا معانا ويقعدوا يحكوا، واكتر طبعا الحكايه كانت السيره الهلاليه. ف الوقت في الوقت الحالي طبعا الامور تغيرت، حتى على مستوى الزراعة نفسها الوضع تغير. المحاصيل الاقتصادية اللي كانت بتجمع في طياتها عناصر التراث الشعبي كلها زي القمح والقطن، الاثنين احنا تخلينا عن زراعتهم بشكل كبير، يعني وخاصة القطن يعني لم نعد نزرعه بالمرة. يعني تغير البيئة وتغير أثر على أيضا على التراث بها من لأن في الأنواع دي من الزراعات كان بيبقى فيها معارف شعبية مرتبطة بيها، فيها عادات وتقاليد مرتبطة بالزيجات بتأتي عقب الحصاد وعقب جمع محصول القطن. أيضا كانت الحكاية من ضمن الأشياء التي تأثرت بهذا الوضع أيضا الحكاية الشعبية ورواة الحكاية الشعبية، لأن كان التجمعات دي السهرات دي كان الغيط مثلا 100-200 واحد موجودين في وقت الحصاد، ووقت الاستراحة بتاعتهم كنكة الشاي النحاس ويولعوا النار ويعملوا الشاي، والرواه بيبقوا موجودين يقعدوا يحكوا سواء السير أو الحكايات الشعبية. من باب المؤانسة ولكن لقاء أجر، يعني هذا لقاء أجر. الأجر كان في بعض الأحيان كان الأجر من المحصول، يعني مثلا عندنا احنا غالبا في لما يبقى في عندنا مثلا الناس اللحادين اللي هم قائمين على بناء القبور والعناب الموتى ودفنهم، دول بياخدوا أجرهم مننا في موسم الحصاد، بيجوا ياخدوا ربطة قمح كبيرة أو ياخدوا قطن أو ياخدوا ذرة رفيعة أو ذرة شامية، بياخدوا أجرهم كده، فلأن دي العملة المتداولة بالنسبة لأهل المكان. وكذلك الرواة كانوا بياخدوا برضو ده نصيبهم، ويعتبر مقابل مادي، ما هو يعتبر مقابل مادي، ممكن يبيعه أو يخزنه في بيته بدل ما يشتريه يخزنه ويستعمله. تنقلتنا إلى بيئة أخرى، لأنني أنا شخصيا عندما يقال حكاء أو راوي أو حكواتي أتخيل المقهى الشعبي ولا أتخيل الحقل ولا أتخيل البيئة الأخرى في الصعيد. فأنا شخصيا انتقلت إلى مساحة أخرى وفهمت الآن لماذا اندثرت الحكاية. اندثرت لأن الممارسات التي كانت يعني مرتبطة بها المناسب لها هي أيضا اندثرت وتراجعت، والآن قد يحل المذياع أو يحل التلفزيون أو يحل اليوتيوب. المذياع كان المرحلة اللي جت بعدها بقى لما بدأت السيرة الهلالية يتم روايتها عن طريق جابر وحسين وعبد الرحمن الأبنودي رحمة الله عليهم. التجربة المصرية بدأوا يزيعوا السيرة الهلالية على الراديو، كانت بتيجي الساعة 5 كل يوم. فالساعة 5 كل يوم دي عندنا في الصعيد كان الراديو ده يعني كنز، يعني اللي عنده راديو ده راجل غني، راجل كبير، اللي ممكن يكون العمدة أو كبير عائلة اللي عنده راديو. فكان الناس كلها تتلم حوالين الراديو، فبتأدي نفس الدور بتاع الحلقة،
يعني الحلقة كل المتحلقين بيبقوا حوالين الراوي، حول الراوي. أيضا كانت هناك حلقة خاصة بالحلقة التي تذاع في الراديو، فكان إلى حد ما لا تزال الحكاية محافظة على شكل من أشكالها، وهو إيه؟ وشكل الدائرة والحلقة، إن الناس قاعدين قدام بيت العمدة أو قدام بيت كبير العيلة والراديو شغال وعمالين يسمعوا السيرة الليلية. جات فترة بعد كده بدأت يذيعوا السيرة الليلية في التلفزيون، التجربة بتاعت عبد الرحمن قبلي أيضا مع سيد الضوي رحمة الله عليه، برضو كانت الناس متابعة. يعني كان وقت الراديو كانت الساعة 5 تلاقي الناس كلها جاية منتظرة من الساعة 3 عشان يلاقوا مكان يقعدوا فيه. برضو بعد التلفزيون انتشر بدأت الناس إيه تتابع شوية السيرة الليلية في التلفزيون. المرحلة دي بقى إيه تضاءلت بشكل كبير خالص واختفت بشكل كبير. بدأ السيرة الليلية تقتصر على هيئة قصور الثقافة مثلا لما تعمل مهرجان أو معرض كتاب، فيجيبوا رواة السيرة الهلالية كأنهم إيه يعني مش عايز أقولها لك يعني قولها يعني هقولها يعني إيه كأنه حاجة بتزين عقد مثلا، يعني لازم إيه طب هنكمل المهرجان ده إزاي، فنجيب راوي يحكي السيرة الهلالية مثلا. وكان يمكن أكتر حد كان بيجي كان رحمة الله عليه عز الدين ناصر الدين، ده كان من محافظة سوهاج، فكان من أكثر الرواة اللي بيجوا في وزارة الثقافة والهيئة قصور الثقافة. بعد وفاة عز الدين ناصر الدين هو كان من أكثر الحفظة، يعني الجيل التالي لسيد الطوي وجبرة وحسين، تقريبا اختفت السيرة الهلالية في الصعيد بشكل. عندي فضول أن أعرف قصة الجلباب والوفية والعصاية، ولكن اسمح لي أن أنتقل للدكتورة بسؤال يعني ألهمتني حكايتك عن تطور الاندثار، إذا صحت هذه المقولة، اندثار الحكاية الشعبية على ألسنة الرواة مرة بتطور متسلسل. دكتورة، يبدو لي من هذا الحديث وكأن تطور تكنولوجيا العصر بينما أسهمت في توثيق وأرشفة وحفظ وتدوين الحكاية الشعبية الشفهية هي أسهمت أيضا في تحنيطها وقتلها، فهل هذا صحيح؟ سأجيبك عن هذا السؤال المهم جدا، لكن قبل ذلك أريد أن أحرج على ما قاله الدكتور محمد. هو أنه حقيقة أن في المغرب ارتبطت الحكاية بالحلقة الشعبية بالساحة وبالبيت أو بالحارة أو بأحواش المكان الموجود، يعني كانت ممارسة مستقلة عن الطقوس الأخرى، لكن كانت متواجدة ومواكبة لمواسم الحصاد ومواسم الفلاحة وأيضا للأعياد الفلاحية أو الأعياد التي لها علاقة بالدينية مثلا، حينما كان يجتمع الأهل مع بعض. وكانت هناك أيضا حكايات تخص الأطفال وتخص النساء وتخص، فلكل مقام مقال، يعني أن الراوي له قدرة وإمكانية أن يروي نفس الحكاية لسن معين، قد يكون للأطفال وقد يكون للكبار. بالنسبة لسؤالك الجيد، يعني هل ساهمت بقدر ما أن الحكاية تم جمعها وتوثيقها؟ فأقول بأنه لحد الآن لم نستطع أن نوثق كل موروثنا الشفهي والشعبي بإمكانية كبيرة جدا. أولا قد استطعنا أن نوثق البعض من هذا الموروث، ولا زال هناك كنز وخزان كبير من هذا الموروث ينتظر أن نوثقه وأن نسجله وأن يبقى يعني حيا. هل استطاعت وسائل التكنولوجيا والرقميات أن تحنط وأن تقتل مهنة الراوي؟ أقول أنه الأمل، أظن أن الرقميات والوسائل الحديثة ساهمت بتعريف الراوي الشعبي، أتكلم عن التجربة المغربية وعن تجربتنا في مغرب الحكايات، أنها ساهمت بشكل كبير بتعريف الراوي.
فقد تعرف العالم بأسره على رواة المغرب من خلال مغرب الحكايات ومن خلال منصة مغرب الحكايات على اليوتيوب مثلا، وكيف أن الرواة لم يستطيعوا يعني لم تعدوا أنهم يحكوا داخل الساحات الشعبية المعروفة التقليدية، بأنهم استطاعوا أن يحكوا في حلقة يعني فيرتويال افتراضية داخل يعني في منصة رقمية، وتواصلوا مع العالم وتعرف عليهم العالم بلغتهم بإيماءاتهم بطرق بلباسهم الخاص باللغة التي يحكونها، سواء كانت هذه اللغة أمازيغية أو عربية أو دارجة من الدارجات المغربية. وهذا أظن بأنه أصبحت آلية من الآليات التي استطاع الآن في المغرب أن نعرف فيه بالتراث، حتى أن الحكومة المغربية تولي اهتمام كبير للموروث الشعبي، وحتى أن في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذا عدنا إلى هذه الخطب نجد بأنه دعوة لاهتمام بالموروث الشعبي. فالتراث أعتبره ونعتبره جميعا بأنه هو كنز، وأن الإنسان على رأس هذه الكنوز، فإذا غاب الراوي وغاب الذي يحكي، يعني حتى وإن هيئنا له فضاء معين لا يمكن أن نحقق هذا يعني هذا التواصل ما بين الراوي وبين الفضاء وبين جمهوره. فعلى ذكر أنه المهنة هي متعبة جدا، صحيح أن التعب الحكاية فيها لذة الاستماع ولذة الإنصات لهذه الحكاية، وأنها هي مدرسة في حد ذاتها، فالحكاية تعلم الإنصات بداغوجية الإنصات وكيف تعلم التسامح، كيف يمكن الآخر أن ينصت للشخص الآخر بدون أن يتدخل وباحترام كبير. فالحكاية يعني الباحث في الحكاية له يعني يواجه تحديات كبيرة جدا، وعلى رأسها مثلا حينما عدت أنا من باريس والتحقت بالجامعة المغربية، كان في باريس أستاذي ومفكر ومؤسس المدرسة السيميائية بباريس يحثني على الاهتمام بالحكاية الشعبية، وحينما دخلت إلى الجامعة المغربية وأردت أن أشتغل بالحكاية الشعبية اعتبرت بأنني يعني تهمت بأنني أتعامل وأدخل الثقافة الغير العالمة لمكان العالم، فكان هذا تعب كبير جدا واجه الباحث ويواجه أي مهتم في هذا المجال. فالحمد لله بفضل تحايل بطرق مثلا التحليل السيميائي استطعت أن أجمع مع طلبتي كم هائل من الموروث الشعبي ومن الحكايات الشعبية، تعدت 5000 حكاية مثلا. لكن هناك متاعب أيضا تواجه الراوي، فالراوي المغربي عندنا يعرف بأنه له 3 قيم، هو زنبيل وهو قنديل وهو منديل. هو قنديل لأنه هو الشمعة التي تنطفئ ولكن ينير بها الآخر، فهذا يعني تأكيد وتعزيز لأنه مهنة الراوي مهنة صعبة جدا، وأنه يستطيع خاصة أن الراوي المغربي الشعبي، أتكلم عن شيخ الكلام، أنه كان ينهل من بعض الكتب، فهناك بعض الحكايات المغربية الأصيلة المعروفة وإلى جانبها حكايات مثل أن حتى أن فيه بعض الرواة ملقبين بالأزلية، هما لقبهم الأزلية تسميه بالأزل الأزلي، لماذا؟ لأنه يحكي حكايات سيف بدود يزن مثلا، الأزليات أو العنطريات أو حتى الهلاليات، فكانوا ينهلون من الكتب مع المعلم مع الأستاذ لكي تروى من المكتوب إلى المحكي. فنحن نلاحظ مع بعض كيف ننتقل من المكتوب إلى المحكي وكيف ننتقل من المحكي إلى المكتوب، فهي عملية ثلاثية متواصلة دوما.
فهو منديل لأنه عليه أن يكون صبورا حتى أنه يستطيع أن يتواصل مع جمهور وسط الحلقة، وأنه ممكن أن يسمع كلام غير لائق في حقه. ثم أنه هو زنبيل لأنه هو صندوق الأسرار، يجمع مجموعة كبيرة من الحكايات، ويجمع سواء المحلية أو العالمية. فطبيعي جدا أن تواجه أي مهنة كيفما كانت إكراهات، لكن إكراه باحث في الرواية الشعبية أو في التراث الشعبي أصبح الآن ممكن أن نقول بأنه تعديناه في المملكة المغربية، لأنه أصبح هناك بحوث طلبة نديرها ونشرف عليها خاصة بالحكاية الشعبية وبالتراث الشفهي، وأن هناك أصبح اعتراف من الحكومة وبتوجيهات من صاحب الجلالة بأنه هذا العمل يعني هو يساهم في التنمية، وأصبحنا نتعدى الكلام عن التراث كأنه مومياء يعني من الماضي محنطة، وإنما أصبح التراث الآن يعني يساهم حي، يساهم في التنمية وفي مواكبة العصر، وأنه يجعلنا أن نحفز شبابنا على استعمال موروثنا بوسائل تقنية حديثة جدا. سأعود إليك لأعرف منك، هل كل الحكايات الشعبية ينبغي أن تكون تراثية؟ أم أننا ينبغي أن نترجم نطور حكايات تناسبنا الآن وهي شعبية أيضا لكي يتعامل معها المقبلون باعتبارها تراث خلفناه لهم؟ ولكن عندي فضول أن أعرف حكاية الجلباب والعصاية، هذا الزي ينتمي إلى أي ثقافة في مصر؟ وطبعا ينتمي للصعيد، لأن طريقة التفصيل الملابس بالشكل ده دي خاصة بأهل أهل الصعيد، لأن أولا الجو طبيعة المناخ في الصعيد حار، فبيحتاجوا إلى ملابس فضفاضة يعني عشان تبقى زي، يعني هو ليس حكرا على فئة بعينها ولا قبيلة بعينها، لا 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 مفيش أي، كل صعيدي يرتدي هذا، يرتدي هذا هذا الزي، يتغير الخامة، يتغير اللون، يتغير لكن نفس طريقة التفصيل. نعم. يعني هذه تشبه تماما نفس الملابس سجلة على معابد المصريين القدماء. أيوة. نعم. حتى نفس التطريز ده البطان، بيلبس من تحت ما يسمى القفطان. القفطان ده بيبقى يعني عادة من البطن أو أي نوع من الملابس اللي هي ممكن تمتص العرق. نعم. عشان ما يظهرش مثلا لو كان الجو حر ما يظهرش العرق على الجلباب. في برضو منه جزء السديري ده، ثلاث طبقات الآن. لا، السديري بيبقى زي القميص بس من غير أكمام. نعم. بيبقى فيه جيبين كبار، عادة كان الصعيدة بيمسكوا محفظة كبيرة كده اللي بيحفظوا فيها النقود، محفظة جلد ليها ثلاث طبقات، فكان بيحطوها في الجيب بتاع السديري ده يعني، وجيب كبير لحد دلوقتي ولا زال محتفظ بهذا الأمر رغم اختفاء حافظة النقود دي، لكن هو لا زال محتفظ بتراثه إنه هو كبير بالشكل ده. في برضو بيبقى باقي الزي بيبقى فيه كلسون، بيبقى فيه ما يسمى باللباس، ده بيبقى برضو فضفاض، ده بيستخدموه أثناء العمل في الزراعة. يعني هو إلى حد ما بيعبر عن الهوية يعني. نعم. والعصاية جزء من هذا، والعصاية جزء، لكن هي دي مش العصاية الصعيدية يعني. نعم. دي عصاية يعني فلكلورية شوية. نعم. لكن العصاية الصعيدية من الخيزران، وفيه من الصمت. الخيزران العادي اسمها العصاية أو الخزران. نعم. لكن اللي من الصمت اسمها الشومة، دي لما بيستخدموها في العراق، في العراق يعني لما يكونوا بيخلوا للوجاهة وللاتكاء عليها وللدفاع عن النفس أيضا. لكن اللي بتستخدم أكتر في الخزران إلى حد ما للوجاهة، لكن أو مثلا حماية من الكلاب أثناء السير أو كذا، لكن العراق الحقيقي بيبقى يستخدم فيه الشوم، اللي هي عصب من الصمت، من خشب الصمت، لان دي بيضرب بيها خلاص على كده. خشب الصمت وارد كثير في 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 طبعا.
فدي اللي بتستخدم في العراق. بس الأزياء طبعا بشكل عام جزء من الهوية أيضا، جزء من التعبير عن الهوية. يعني أشارت إلى أن عليك أن تسأل الدكتور محمد عن حكاية هذه الباب لأنه وراءه حكاية. هل هذه الحكاية أم أن هناك حكاية أخرى مخلت بها؟ الدكتورة كانت مهتمة بالأمر ده، لأني أنا كنت أول دعوة لي في مغرب الحكاية كانت في 2019 من الدكتورة مع الوزيرة الدكتورة نجيمة. فكنت ما كنتش حاطط في اعتقادي أن أنا هلبس جلابية ولا أي حاجة وهروح بال يعني قميص بنطلون او بدله وهحكي بيهم يعني وخلاص على كده يعني. فرحت الدكتوره قالت لي لكن بشرط ان تاتي بالجلباب الصعيد. احسنت. فانا استغربت الطلب. وبعد كده كمان انا مش يعني في التوقيت ده مش عايش في الصعيد، انا عايش في القاهره، فهعمل ايه؟ فخدنا جوله انا وزوجتي الدكتوره ايمان وقعدنا ندور. رحنا شارع الأزهر وحصلنا على قماش للجلابية وقعدنا ندور في منطقة اسمها إمبابة، منطقة إلى حد ما شعبية، لحد ما لقينا حد بيفصل جلاليب صعيد ورحنا بالفعل وفصلناه. وكانت يعني صاحبة الرأي فيها وصاحبة القرار فيها كانت الدكتورة. يعني هذا إشاعة آخر من إشاعات مغرب الحكايات. طبعا هذا زي الصعيدي كل الحكواتية في مغرب الحكايات يأتوا بجلبابهم وأزياءهم الخاصة، وده نوع من أيضا من أنواع الحفاظ على الهوية. حتى الأفارقة منهم، لأن مغرب الحكايات لا يكتفي فقط بالرواه العرب ولكن رواه من أفريقيا، خاصة الدكتورة مهتمة جدا بالبعد الأفريقي لنا كعرب يعني، وايضا رواه من اسيا ورواه من دول اوروبا بياتوا بازياءهم الخاص الشعبيه وازياءهم التقليديه، وياتوا بالادوات المصاحبه لهذه الازياء اذا كانت عصا او اذا كان نوع من انواع الطبول او نوع من انواع ما يرتدى في الراس. حتى الناس من افريقيا كانوا بياتوا بالعظام بتاعتهم معاهم والكلام ده. فتحس انك انت في مغرب الحكايات لا يقتصر الموضوع فقط على الحكي ولكن هو نموذج للتراث، اعتراض فورمنس يعني كامل استعراض كامل للتراث بالتفاصيل سواء زي او لهجه او حكي او عادات او تقاليد. لان حتى جلساتنا في الاستراحه وفي الطعام اثناء تناول الطعام لا نتناول الطعام فقط ولكن نحكي ونغني داخل المكان اللي بنكون بنتناول الطعام به. وهذا الامر ما دعاني الى ان تكون رساله الدكتوراه بتاعتي عن الحكي في المغرب. تناولت فيها الحكواتية في جامع ساحه جامع الفنا في مراكش والحكواتية ايضا في تارو دانت. استكمالا للمتاعب الرواه، وتعلم الدكتورة نجيمة ذلك، إن الرواه في ساحة جامع الفناء يعانوا من إيه؟ إن الساحة أصبح فيها ضجيج. يعني أكثر اللي موجود في الساحة دلوقتي الطعام أخذ ما يقرب من نصف الساحة. يعني المطاعم اللي هي أو اللي بيقدموا الأكلات الشعبية اللي هي أيضا أكلات تراثية الشعبية المغربية والمشروبات المغربية الشهيرة أخذوا حوالي نصف ساحة جمع الفناء. لا، عد بي إلى تجربة مصر. أنا أعرف أن الدكتوراه التي أنجزتها في المغرب. نعم. لكني حريص على أن تتحدث عن الجانب المصري وتتحدث الدكتورة نجيمة عن الجانب المغربي. نعم. هل ما زال في مصر رواد سير شعبية مهنتهم الحكي؟ لا يوجد طبعا، ده بقولها بكل ثقة، لأن ما فيش حكواتية موجودين في مصر، وده شيء يعني مؤسف ونأسف عليه. يعني لأن أولا حتى في الصعيد في الأماكن حتى التي اشتهرت بذلك، احنا عارف أن هناك رواة صعيدة ورواة من وجيب حري إلى آخره، هل كل هؤلاء تراجعت هذه المهنة؟ تراجعت بشكل كبير جدا. لا يوجد رواة في مصر اللي ورثوا المهنة بيغنوا، مش رواة حكاية شعبية. يعني حتى اللي ورثوا ما تبقى من السيرة اللي هي سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي
فهم بيحيوا أفراح وبيغنوا لكن لا يمتهنوا مهنة القول أخرى ولكن ليست لكن لا يمتهنوا مهنة الحكي بشكل كامل، إن هم نقدر نقول عليهم دول رواه للسيرة الهلالية أو رواه لسيرة من السير الشعبية أو حكواتية. وما يعني يزيد الموضوع صعوبة يعني إن ما فيش حتى مبادرات لخلق رواه كما حدث في مغرب الحكايات او في هناك رواه ولكن لم يعد هناك سوق لهم، فاظن على الدوله او المؤسسات الرسميه او حتى المؤسسات الخاصه المعنيه ان تبادر باستقطابهم وجمعهم وتحويلهم الى مكان يستفيدون من خلاله لتستمر العمليه. احنا يعني الى حد ما لحد دلوقتي يعتبر فشلنا في ده، لان مثلا لو هنقارن بين التجربه المغربيه فالدكتوره بدات بالتربيه والتعليم، بدات بوزاره التربيه والتعليم كانت بتدرب المدرسين على الحكي. بعد كده طب ما فيش مصادر عندي فانا عايزه جدات اجيبهم منين، راحت دور المسنين جابت الجدات اللي بدل ما تقعدين انتوا قاعدين عايزين تموتوا لا تعالوا، خدتهم للمدارس وخدتهم للساحات عشان يحكوا ويعلموا الاولاد، فادت دور اجتماعي ودور انساني ودور تعليمي ايضا. دلوقتي حضرتك بتشوف مثلا اكتر المعلمين جاذبية على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيحكوا المادة، يعني حد مثلا بيحكي مادة تاريخ او جغرافيا او علوم، حتى الرياضيات دلوقتي بيحكوها بيبدأوا يعملوها كأنها حكاية ويحكوها فبيجذبوا الطلبة ليهم والتلاميذ ليهم. فاذا الحكي مهم، طب ليه ما نهتمش بيه؟ اتمنى عليك ان تبادر بصياغة هذا المشروع وتستنسخ هذا النجاح لكي تطرحه وتكون هذه مهمتك طرح هذا المشروع بشكل دائم ولحوح على كل المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي في مصر سواء رسمية أو أهلية حتى نرى هذه المبادرة قريبا والخطوات موجودة. دكتورة نفسها أبدت استعدادها للمساعدة والمساهمة لفقط هذه مسؤوليتك، مسؤولية العارف الذي اطلع ومن كتم العلم فيعاب عليه، فهذه معرفة أنت اطلعت عليها ولديك خبرة بها ولديك صلة بأصحابها، فأرجوك هذه مسؤوليتك أحملك إياها باعتباري مصري وعربي. هي الموضوع يعني لا يحتاج فرد ولكن يحتاج مؤسسات. نعم، ولكن المبادرة دائما تأتي من شخص اطلع ورأى ويعرف حرقة الأمر والمعاناة التي فيه، فنحملك هذه الأمانة أنا والدكتورة نجيمة بعد. لا دكتورة نعود إلى هذا السؤال من فضلك، هل كل حكاية شعبية لابد أن تكون تراث أم أن علينا أن نصنع نحن الآن تراثا للأجيال المقبلة؟ صحيح، فقط للتعقيب على ما تم قوله، نحن على استعداد أن يعني أن نزور مصر الغالية علينا وأن نقوم بدورات تدريبية، وقد تم تكريمي من طرف اتحاد كتاب مصر يعني في سنة 2005 منذ مدة طويلة جدا حول هذا الموضوع سبك الحكاية. نعم. يعني الذي كان يعني أدخلنا فيه الحكاية في المدارس، ونحن طبعا نشد بأيادينا بكل صدق وعلى أن نساهم مع بعض في إحياء التراث كل واحد في بلده، يعني كما تم يعني مع الشراكة مع معهد الشارقة للتراث، لأن أصبح هناك ملتقى راوي دولي يشارك فيه مجموعة من الرواة. جائزة الشيخ زايد الكتاب التي تضع برامجا لاستثمار نجاح الفائزين بها. صحيح. ستتردد لحظة إذا تلقت مقترحا من حضرتك لتعميم هذه الفائدة وعقد ندوات سواء في مصر أو هنا أو في أي مكان لنقل هذه التجربة ويعني إنبات ثمرتها في أمريكا. نحن على استعداد أن نتواصل مع أي منظمة، ونحن نتشرف خاصة أن مبادرة جائزة سرد الذهب يعني كانت هي فرصة لأن نتعرف ونتشارك، وهي فرصة أيضا لتوطيد العلاقات ما بيننا، وربما سنفكر في مشاريع مستقبلية بإذن الله. بالنسبة لسؤالك، هل أنا انتبهت الآن وأود أن
صحيح لأنني منذ بداية الحلقة وأنا أقول جائزة الشيخ زايد الكتاب، ولكن حضرتك فزتي بجائزة سرد الذهب للرواد. صحيح، وكان شرف كبير جدا، وهي فرصة أن يعني ساهم بها مركز اللغة العربية أبو ظبي للغة العربية بإعادة الاعتبار. طبعا صحيح، ودفع الحلو برضه استاذ وليد ان ممكن ان شاء الله السنه الجايه الشيخ زايد ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب الله يبارك فيه. يعني هي فرصه كانت انها اعادت الاعتبار للرواد وللباحثين في مجال الرواد، وكانت هذه الجائزه طبعا تاج فوق راسي، يعني افتخر به واعتز بها وتحفزني اكثر للمزيد من البحث. هل ممكن أن نتعامل مع حكايتنا كما هي أم يمكن أن نعيد عجنها وإعادتها إنتاجها من جديد؟ هي سيف ذو حدين. هو الجميل في الأمر أنه مثلا في المغرب هناك موجة جديدة من المخرجين قد ساهموا في يعني اعتماد على الروايات أو الحكايات الشعبية في جعلها أفلام تلفزية وأفلام سينمائية معروفة جدا، فنالت إعجاب الكبير جدا. وهذا يعني لا يقتصر فقط على المغرب، وإنما والت ديزني في الزمن الماضي استغل حكايات شارل بيرو وحكايات الألمانية لفريغ غريم، واستطاع أن يجعل هذه الحكايات تصبح عالمية من خلال أفلام الوالت ديزني التي كانت غالبيتها حكايات. جميل أن نحول هذه الحكاية للترويج أكثر، لكن حينما أتكلم أكاديميا وعلميا صعب جدا أن نتخلى عن اللغة الأصلية للحكايات، فيستحب أن تبقى الحكاية كما هي بلغتها وبسلاستها وبألوانها يعني البلاغية والمجازية التي تتحلى بها الحكاية الشعبية، لكي تبقى كما هي، لأن لديها قوة في هذا المجال والألوان التي يعني نلاحظها في الحكاية الشعبية والجرس الموسيقي والرنة وأشياء كثيرة من هذا النوع، صعب جدا أن تتحول إلى المكتوب. لكن هناك يعني دور النشر الآن أصبحت لا تتركز فقط على ترجمة الحكاية أو نشرها باللغة الأصلية، وإنما أن تضيف إلى هذا الكتاب CD أو كيس أو رابط يمكن أن تسمع من خلاله الحكاية الأصلية. حتى في المنشورات التي نشرتها شخصيا بدار لغماتون بباريس، طبعا الحكايات ترجمت إلى اللغة الفرنسية، ولكن حافظت يعني كتبتها باللغة الأصلية سواء كانت أمازيغية أو دارجة مغربية. فهذا يفقد عندما نترجم أو نحاول ترجمتها، تفقد يعني جمالية الحكاية. لكن ستقول لي أنه مع العولمة ومع السرعة ومع الرقميات يمكن أن الراوي له سلطة في جعل الحكاية موجزة بدل من الحكاية الطويلة أن يتصرف، بدل من الحكاية الطويلة جدا التي يصعب أن نستمع إليها. هناك يعني حكايات ممكن أن لا تتعدى 5 دقائق 8 دقائق حسب يعني المطلوب. ثم أيضا كان فيه بعض الاتهامات حينما كتبت حكايات خاصة عن نشرتها في دار المطو عن الغيلة أو الغولة أو السعلات، حكايات بلاد الغوال والهوال، فكان قيل لي بأنه الحكايات يعني تتنافى مع التربية والتكوين، وأنه لا يمكن أن نحكي حكايات لأطفالنا عن تتناول حكاية الغول الشرس الذي طوله سنة وعرضه 6 أشهر
ولكن هي في الأصل أقول أنها عز التربية. فالطفل يحتاج لشيء يعني يخابه ويخافه، فهي الحكاية كلها امتحان، تعلم التلميذ كيف يمكن أن يصبح بطل كالبطل الذي واجه الغول صاحب 7 رؤوس ويعني انتصر عليه. فعلينا أن نعلم أبناءنا. فالحكايات أو ما يراه الطفل الآن من فزع ومن رعب من ألعاب الإلكترونية أكثر فزعا من الحكايات الشعبية التي كانت حول الغول والغي أو الغولة. فالطفل يحتاج لهذا الشيء الذي يخيفه، لأنه هي تربية تكوينية يتعمدها الجدات، تتعمدها الجدات والأجداد والأمهات لروايتها لأبنائهم حتى يتأقلموا ويواجهوا امتحانات التي ستواجههم في الحياة. كما أن الشعور بالخوف هو إشارة صحية على أن الإنسان صاحب خيال. صحيح. أنه إن لم يكن صاحب خيال يتخيل ويرسم ما يسمعه. أنا الصدمة ستكون قوية بالنسبة له في عندما يعود إلى الواقع. فالمخيال واستعمال الخيال ضروري في التربية وتكوين الطفل. فأن الحكاية يعني لست لأنني أشتغل فقط على الحكاية، وإنما الأطباء النفسيون يؤكدون بأن دور للحكاية الخرافية أو العجيبة دور كبير في تنمية الطفل، فيتعلمه أن يكبر، أن يكبر وينمو. ما الذي وجدته متقاطعا بين حكايات الخيال الشعبي في مصر والخيال الشعبي في المغرب؟ هو يمكن كثير من الحكايات الشعبية والسير متقاربة في أحداثها بشكل كبير. يعني يمكن لو قلنا السيرة الهلالية مثلا، هتلاقي مثلا قصة من قصص السيرة الهلالية مجتزئة منها موجودة في الإمارات، زي قصة العقيلي واليازية. هتلاقي أجزاء كبيرة من سيرة الأميرة ذات الهمة موجود زيها في السيرة الهلالية، وموجود زيها في حتى في كليلة وديمنا موجود زيها. فدايما هتلاقي الثقافات أو البلدان العربية المختلفة بتفكر بنفس النمط ونفس الطريقة، لكن التناول بيبقى مختلف شوية في شكل الحكي، في شكل مثلا البيئة. يعني ما يحكى في بيئة مثلا صحراوية زي مثلا الإمارات أو دول الخليج يختلف عن ما يحكى في مصر. مثلا فيه أرض زراعية وفيه نيل، ما يحكى مثلا في المغرب. فاختلاف البيئة بيخلي مفردات الحكاية تتغير، لكن فكرتها دايما بتبقى يعني غالبا بتبقى واحدة، لكن المفردات بتاعتها بتتغير. يعني زي بدل ما انا هقول الحصان، لا انا ما عنديش حصان، يعني غالبا اللي موجود مثلا في الصعيد او في البيئة الزراعية الحمار هيأدي دور الحصان. بدل ما هقول مثلا الأسد او اي شيء مخيف في مثلا في اماكن فيها غابات، مثلا انا هقول عندي في الصعيد مثلا ثعلب، هقول كلب. فبغير المفردات، بغير ابطال الحكايه تبعا للبيئه اللي انا عايش فيها. ففي تشابه كثير جدا سواء في الحكايات المغربيه او المصريه او التونسيه او هنا في الخليج، لكن الاختلاف هو اختلاف في المفردات، اختلاف في الأشخاص، اختلاف خاص بالبيئة مثلاً. كراوي، هل واجهتك صعوبة وأنت تحكي بالعامية المصرية أو باللهجة المصرية للمستمعين من المغرب أو من دول أخرى؟ هو يمكن الراوي المصري، لو فيه راوي مصري يعني، فهو محظوظ. إذا راح أي دولة عربية هيفهم، لسبب لأن يمكن تقدم مصر في وخاصة في السينما والمسرح والمسلسلات والفنانين اللي كان ملازهم في مصر، سواء يعني لبنانيين أو سوريين أو أي فنانين اللي كانوا موجودين في مصر، فده أدى لانتشار اللهجة المصرية بشكل كبير. يعني لما بدأت التلفزيون تنتشر في الدول العربية اللي كانوا بيفرجوا عليه كانوا بيفرجوا على المسلسلات المصرية، الإعلام من اللهجة المصرية، كانوا بيفرجوا على الأفلام المصرية القديمة، إسماعيل ياسين وغيره والأفلام القديمة. هناك مفردات بلا شك
قد تصعب. طبعا تدخل في السياق ولا أم تظل يعني مصمتها ويسألونك عنها؟ لا بيتساءلوا عنها يعني في لما يكون فيه جلسات وخاصة جلسات الحكي اللي هي المغلقة مثلا يعني بيسألوا عن مفردة من هل تذكر مثلا أصعب مفردة أو المفردة التي يتكرر السؤال عنها؟ يعني ما يعني كنت بحكي حكاية عن حكاية عن الزراعة مثلا عندنا في الصعيد فجبت سيرة حاجة اسمها الغف والجيشة نفسي لا أعرف شيء فالناس اللي كانوا بيسمعوا الحكاية المصريين اللي كانوا بيسمعوا الحكاية مش برا مصر المصريين كانوا بيسمعوا الحكاية بيتساءلوا إيه الغف والجيشة دي يعني ما الغف وما الجيشة إيه الغف وما الجيشة بسر لنا ما الغف وما الجيشة هقول لحضرتك إحنا مثلا لما عندنا بنزرع في الصعيد عشان زي ما قلت لك الجو حر فبنزرع الذرة الرفيعة والذرة الشمية الذرة الرفيعة مكان الإنبات بتاعها الجنديل بتاعها بيبقى أعلى بوصة الذرة يعني أدي بوصة الذرة ده جنديل الذرة الرفيعة مش هو كوز الذرة اللي هو اللي هو كوز اللي هو كوز الذرة أيوة الزهرة بتثمر في الذرة الرفيعة من أعلى تمام وبيكون مكانها الجنديل بتاعها هو عبارة عن كورة كده اللي هو دي ده الذره الرفيعه لكن الذره الشاميه بينبت الثمره بتاعتها في منتصف البوصه منتصف البوصه بتاعه الذره الشاميه بتلاقي القنديل الساق بتاع بتلاقي الجنديل الذره الشامي اللي احنا ايه بنشويه وناكله ده فلما بنيجي نحصد لما بنيجي بعد ما بنحصد القطع الانديل بتاعه الذره الرفيعه انا بتكلم على الذره الرفيعه من قطع الأناديل بتاعت الذرة الرفيعة بن 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 بندقها بالعصاية عشان نفصل نطلع الحبوب بتاعتها الحبوب بتاعتها بتستعمل كان زمان في الصعيد عندنا كانت القمح كان غالي فكانوا بيخبزوا عيش الجيضي احنا بنسمي على بنسمي الذرة الرفيعة الجيضي لانها بتنبت في الحر في الجيض ايوه فبنسموها احنا الجيضي فكانت الناس الفقيره يعني ما بيقدروش يعملوا القمح يخبزوا من دي القمح فكانوا بيطحنوا الذره الرفيعه دي او الجيض ده بيطحنوه ويخبزوا منه عيش هو كان طعم صعب شويه كانوا كمان بيضيفوا عليه حلبه يعني بيزيدوه مراره كمان بيضيفوا عليه حلبه عشان يديهم احساس بالصبر على الفقر الصبر على الامور الصعبه هو الجضي وحش او طعمه مر لا ده احنا كمان هنحط له حلبه اللي هي تمره اكتر تمام لا تزيده مره فده كانت اسقاط على اني او دليل على ان هم احنا صابرين على الالم ده او على الظروف الصعبه دي فكانوا عشان يطلعوا حبوب بتاعه الذره الرفيعه كانوا بيدقوها بالعصايه بعد ما بيدقوها بالعصايه الجنديل ده بيبدا يتكسر فالأجزاء اللي هي بتحمل الـ البتاع دي الحبوب حتة كده رفيعة حوالين الحبوب الغلاف بتاع الحبوب ده بنسميه الغف يا الله كل هذه الرحلة لكي نصل إلى معرفة الغف والأجزاء المتقطعة اللي هي الكبيرة شوية دي بنسميها الجيشة الجيشة بتاكلها البهايم بنحطها للمواشي والبهايم لكن الغف ده ده لو بيبقى رفيع جدا وناعم جدا يعني تراب بس ناعم جدا فده لو جه في عين حد يعميه لانه رفيع جدا فكنا بنتخلص منه فلما بنقول على حد مثلا انت حد يعني غلس او رخم او كده يقول لك ايه ده شكله واكل غف كتم على نفسه او كتم على الغف فدي حكايه ما بقول لك انت هتسال على الحكايه فالحكايه بتولد حكايه فدي فايده التراث وفايده ان حتى نحكي على نحكي عن التراث طبعا دكتوره هل تواجهين هذه الصعوبه يعني اذا كانت صعوبه اللهجه المصريه محموله الى حد ما تخيلوا ان اللهجه الدارجه المغربيه قد تمثل بعض الصعوبه في التواصل لا هو المطلوب أن الحكايات لازم أن تحكى كما هي بلغتها حتى أن في ملتقى دولي كما ذكرت مغرب الحكاية مثلا المفروض أن الرواة يكون حكايتهم بلغة حتى ولو كان صينية
حتى ولو كانت تايلاندية أو من شمال أمريكا. المفروض أن تعطى لنا يعني ملخصات عن الحكاية حتى نفهم هذه الحكاية نوزعها على الجمهور، ولكن الراوي عليه أن يحكي بلغته، وهذا هو نستمتع بالإيقاع وباللهجة هذا عز التسامح دكتور. التسامح كيف أنك تنصت للآخر وأن تهتم بالآخر وأن تحاول فهم الآخر بلغته وبلباسه وباختلافه، هذا هو عز التسامح، لأنه ليس مفروض أن أكون مثلك حتى تتسامح معي، علي أن أظهر. وهذه هي يعني سر إصرارنا على أن كل راوي يدافع ويكون سفير لبلده ويدافع عن هويته بلغته وبلباسه وبعلمه. حتى بعض المرات نطلب من المشاركين أن يدلوا بعلمهم، هذا دليل على الاعتزاز بالهوية والاعتزاز بالانتماء، لأنه من أهم أهداف التراث والاشتغال في التراث والثقافة الشعبية بصفة عامة هي الاعتزاز بالهوية والاعتزاز بالانتماء. لكن اعتزاز بالانتماء والهوية لا يعني أن ننقطع عن الآخر، لا يعني أن ننقطع عن العالم بأسره، يعني باختلافي سأصل إلى الآخر لكي أقبل اختلاف الآخر. فهذا هو يعني فلسفتنا وهدفنا الأساسي من هذا. فطبعا لكل لغة من اللغات يعني صعوبات، سواء في الأفراد والمفردات، في المفردات التي تستعملها وفي الكلمات التي تستقيها، حتى في بعض مثلا بعض العبارات التي يبدأ بها الراوي في الحكايات الشعبية، يقول كان حتى كان حتى كان حتى كان الله في كل مكان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان، حتى كانت للاستوت لمتوت لا يرحمها يوم تموت، تفوت من عين الإبرة وتقول واسع عليا، وتفوت من عين المخيط وتقول ضيق عليا، حتى كان الطاق والطرطلاق والكبش مشوي على الوراق ناكلو أنا وداك المشتاق، حتى كانت عمتي دجاجة تقاقي وتقول عمي ديك عطيني صداقي نشري بيهم خلالات ونتسارى في الصداقي. يعني لاحظ من خلال هذه البداية أن هناك مفردات غريبة وعجيبة حتى على المتداول اليومي في اللغة اليومية، هو متعمد من طرف الراوي ليعطيها قيمة بلاغية أجمل، ويبحث فيها دائما على موسيقى ورجس موسيقي يجعل من هذه الحكاية جميلة. ليس المهم أن المفردات المستعملة صعبة جدا، وهذا عمل اللساني أو الباحث في مجال لسانيات لكي ينقب ويخرج يعني المفردات العجيبة ويحاول أن يفهم. فهي يعني مشروع أبحاث للسوسيولوجيين وللسانيين وللغويين في هذا المجال، لكن المهم ما هي الرسالة التي تحمل هذه الحكاية، ما هي النتيجة التي يعني ما هي الأبعاد التي يمكن أن تحمل هذه الرسالة، وما هي القيم الإنسانية التي تحملها، سواء كنت أعجمي أو كنت عربي وكنت من شمال أو من جنوب أو كان لونك أبيض أو أسود، لكن المهمة أن هذه الحكايات تبقى عالمية. فقبل قليل سألت عزيزي الدكتور شحاتة فقلت له هل هناك حكاية تشبه الأخرى؟ هناك حكايات عالمية وشمولية الحكاية تبقى يعني واضحة وجلية. فهناك باحث عالمي هو بعلم النبات درس الحكايات وكتب كتاب عن مورفولوجية الحكاية اسمه فلاديمير بروب، وهذا باحث ومفكر روسي ترجم كتابه إلى لغات العالم، فأثبت من خلال هذا الكتاب عن طريق 100 حكاية من الحكايات العجيبة حكايات الجنيات بأن الحكاية متشابهة وأن الأسماء تتغير في إطارها، الفقر واحد
والظلم واحد، ويعني المعاناة واحدة، لكن ربما تختلف الأسماء ويختلف الأدوات التي نستعملها واللغة التي نستعين بها. حدثتني منذ قليل عن أن الحكايات قد تكون قصيرة جدا وقد تكون طويلة جدا، هل يمكن أن أستمع منك إلى حكاية؟ أقصر حكاية يمكن أن نختتم بها الحوار معك؟ وجهز نفسك بحكاية قصيرة نختتم بها هذا اللقاء الممتع الحقيقة لي على الأقل الشخصية. حكاية قصيرة جدا صعبة. مقدمة حكاية شهيرة. كان حتى كان تك الله في كل مكان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان. سيدي عبد الكبير كان رجل كبير وقلبه كبير. سيدي عبد الكبير حب بنت عمه وهو مازال صغير. قالوا بنت العم الولد العم يمضخها وما يسرطها. هكذا صار زوجهم صغرته في الدار وزوجهم هما مازال صغار. كانت لالة زبيدة كتحب رجلها سيدي عبد الكبير اللي كان عنده أرض كيشتغل فيها وكيخدمها، وكان دائما كتنتظره في البيت. وداز عام على عام ونهار على نهار. واحد النهار سيدي عبد الكبير قال مراته لالة زبيدة وجدي لي كاسة شاي. وجدت كاسة شاي بالقوام ديالو وبالنعناع ديالو، وجا قال لها شوفي يا لالة زبيدة راه الدار بلا ولاد بحال الخيمة بلا وتاد، كي خصنا نفكروا نديروا ولاد. زارت لالة زبيدة كل ولية وبشات وكلات كل عشبة وصلت ودعات مولانا أنه يفرحها بالضنايا. وهكذا صار بعد 9 شهور تزاد عندها سيدي الغالي. والقصة طويلة. دار بلا ولاد كالخيمة بلا وتاد. أشكرك دكتور محمد، سمعنا قصة أو أغنية أو موال كما تحب. نقول من كليلة ودمنات. نعم بسيطة الذي نحتفي به في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب كتاب العالم هذه الدورة. نعم. كان يا مكان في سالف العصر والأوان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي الرحمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. كان فيه قرد يسمى القرد ماهر، وده كان قوي جدا، فالقرود يعني اختاروه ملك عليهم. فكان عاش ماهر مع القرود لفترة كبيرة، فلما ضعف أحد القرود استولى على غلبه أو يعني تنازل معه وغلبه واستولى على الملك. فماهر انفضوا أهل البلد من حوله فتضايقوا وقرر أنه يترك هذا المكان وراح لشجرة بعيدة كده عند بحيرة ماء، ووجد شجرة تين، فيعني قرر ان هو يعيش على هذه الشجرة ويأكل من ثمارها لان ثمارها لذيذة. ففي يوم من الايام هو كان بيأكل ثمرة ويعني وقعت منه ثمرة في البحيرة، فصدر عن هذا الوقوع صوت، فأعجب القرد بهذا الصوت فأصبح بالنسبة له يتسلى به، فيأكل ثمرة ويأكل أخرى في البحيرة. ظل على هذا الأمر لأيام، ففي يوم من الأيام سلحفة كانت أسفل الشجرة في البحيرة، فكان القرد ماهر يقوم بعادته أن يأكل ثمرة ويأكل أخرى في الماء، فكانت السلحفاء يعني ذكر السلحفاء يلتقط هذه الثمار ويأكلها، فظن أن القرد ماهر بيلقي عليه هذه الثمار فشكره، وصارت هناك صداقة بين القرد ماهر وذكر السلحفاء، لدرجة أن ذكر السلحفاء كان بيقيم بشكل دائم عند القرد ماهر وترك أهمل زوجته وأولاده. فزوجته شكت لجارتها فبتقول لها يعني أن زوجي لا يأتي إلى يعني إلى الدار من فترة يعني، فيعني قالت لها يعني زوجك مشغول بصديقه القرد ماهر، طب كيف يعني أعيد للبيت مرة أخرى؟ فقالت لها إن إحنا لازم نحتل إن إحنا نتخلص من هذا القرد. فعندما يأتي زوجك إلى البيت قولي له إن أنت مريضة بمرض خطير وليس لك دواء إلا قلب قرد. فلما أتى ذكر السلحفاء إلى زوجته فلقاها مريضة وجارتها بتطببها يعني،
فسألها مالك، فجارتها ردت عليه وقالت له إن هي مريضة وليس لها دواء إلا قلب قرد. فقال ومن أين لي بقلب القرد؟ فذكرت له جارته قالت له إيه، معك صديقتك صديقك القرد ممكن يعني إيه إن هو يتصرف لك في هذا الأمر أو يدبر لك هذا الأمر، وكأنه هو صديقك فمش هيهون عليه إن هو يعني إيه إنه زوجتك تبقى مريضة. فذهب القرد ماهر إلى ذهب السلحفاء إلى صديق القرد ماهر عند الشجرة وقال له، كان حزين يعني، فسأله ماهر مالك وغبت عني ليك يومين ليه؟ فقال له والله أنا مكسوف منك يعني، أنا طول الوقت قاعد في بيتك، الشجرة دي كأنه بيتي يعني، وبتأكدني وتشربني وما جيتش تزورني حتى ولا مرة، فأنا زعلان لازم تيجي عندي تزورني في بيتي في الجزيرة. فالقرد ماهر قال له والله ده شعور طيب منك، لكن انت عارفني ان انا مش هقدر اعوم في المية، هوصل ازاي لبيتك في الجزيرة؟ فقال له انا هحملك على ظهري وهعوم بيك. فحمله ذكر السلحفاة حمل القرد ماهر على ظهره وهو ماشي في الطريق زي اللي تقول يعني ضميره أنبه شوية ان هو ايه هيحتال على صديقه ويقتله ويأخذ قلبه. فوقف لحظات فبيسأله القرد ماهر ايه اللي ما الذي يعني جعلك تتوقف في هذا المكان؟ فقال له والله ده زوجتي مريضة. فقال له ربنا يشفيها. مشوا شوية وبعد كده توقف تاني، مالك؟ قال له والله ده زوجتي مريضة بمرض خطير. فقال له يا أخي يعني بكل داء دواء، فاذهب بها للأطباء. فقال له والله ذهبت بها للأطباء فوصفوا لها قلب قرد. ففطن القرد ماهر ان ذكر السلحفاة يريد ان يحتال عليه ليأخذ قلبه ويعطيه ايه لزوجته المريضة يعني كما تدعي. فلما عرف فكر القرد ماهر كيف يتخلص من هذا الامر وهو مش هيعرف يعوم في المية يعني مش هيعرف يرجع لمكانه تاني. فقال له يعني ولماذا لم تذكر لي هذا الامر قبل ان نتحرك من عند الشجرة؟ فقال له ويعني ليه يعني؟ فقال له أنت لا تعرف عادات القرود، القرود عندما يذهب أحدهم إلى صديقه يترك قلبه في بيته، فلو أردت قلبي لأقدمه لزوجتك حتى تشفى عد بي إلى الشجرة ونأخذ قلبك ونعود. فلما عادوا عند الشجرة قفز القرد ماهر إلى الشجرة فانزل يا صديقي حتى هات قلبك حتى أقدمه لزوجتي. قال له يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إذا فليس بيننا صدقة من ذلك. كما بدأنا بالصلاة على النبي النبي صلى عليه ختمنا بهذه هذين الحكايتين البديعتين من المغرب ومن كتاب جليل ودمنا. شكرا لكم دكتور محمد شحاتة العمدة. شكرا دكتور. شكرا لك لي في هذه الحلقة التي أرجو أنها كانت على قدر قامتكم العلمية ومعرفية. شكرا لكم ونلتقي دائما على خير في بودكاست من أبوظبي من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.